اللي بيقال علنيا بتراعى فيه الدبلوماسية تماما، والدبلوماسية الفرنسية معروفة أنها دبلوماسية رشيقة رقيقة لا تجرح أحد أبدا. لذلك ده غير الدبلوماسية الروسية بتبقى لها مواقف واضحة من أيام خروشوف، ما كان يقلع الحذاء بتاعه ويحطه في مجلس الأمن في الأمم المتحدة على المائدة، في حدة في الخطاب ده، برضو على خلاف الخطاب الألماني. لكن الخطاب الفرنسي خطاب رقيق، الخطاب الإنجليزي يوديك البحر ويرجعك وترجع عطشان ومشربتش وما تعرفش حاجة، انت هو في ايه بالظبط. فكل واحد وبيعبر عن مدرسته.